المدعي العام يفتح تحقيقا بعد وفاة شابين سوريين يعملان بشكل غير قانوني. السجن 13 عاما لطالب لجوء جزائري اغتصب امرأة مسنة في دار للمسنين. رئيس شؤون الأجانب يمكن لأوباما الحصول على جواز سفر سوري $500. حزب نيوز يدعو لتقليص الهجرة وفرض قيود على إقامة طالب اللجوء. حزب الشعب يروج لحملته الانتخابية بالاستقرار والوسطية القوية. وأخيراً صناعة السيارات في شتايرمارك تتحول إلى المحرك الرئيسي للبطالة. مشاهدينا الكرام، من النمسا بيديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة: لقي طالبي لجوء 2 أكراد من سوريا لم يتجاوز 23 عاما مصرعهما أثناء انهيار قبو في موقع بناء في ساحة مدينة شيدينغ في النمسا العليا. وبدأت النيابة العامة تحقيقا بتهمة القتل الناتج عن الإهمال الجسيم، حيث لم يكن من المفترض أن يكون الشابين في موقع العمل لأنهم لا يملك تصريح عمل. وتم العثور على الجثتين في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وتشمل التحقيقات تقييم أسباب الانهيار واستجواب مسؤولي شركة البناء. كما طالبت النيابة تقريرا من خبير بناء لتحديد ما إذا كانت هناك أخطاء في العملية. حكمت محكمة نمساوية بالسجن 13 عاما على شاب جزائري بعد إدانته بالاعتداء الوحشي واغتصاب امرأة تبلغ من العمر 92 عاما في دار للمسنين بفيينا. ووقعت الحادثة في 10 أكتوبر من العام الماضي عندما اقتحم المتهم شقة الضحية واعتدى عليها بوحشية قبل سرقة مجوهراتها. واعترف المتهم بالجرائم أمام المحكمة، وشمل الحكم إدانته بالسطو المسلح والاغتصاب والسرقة الجسيمة والحرمان من الحرية. وقدم المتهم استئنافا ضد الحكم، فيما أفادت التقارير بأن الضحية عانت من اضطراب ما بعد الصدمة وتوفيت بعد 3 أشهر من الحادثة. سجلت أعداد طلبات لم الشمل للأسر في النمسا تراجعا بسبب التدابير المشددة، حيث تم معالجة 632 طلبا بين يونيو وأغسطس، رفض منها 20% مقارنة بنسبة 7% العام الماضي. وتقلصت الطلبات من 2185 في يناير إلى 370 في أغسطس، بينما كانت أعلى نسبة في مارس بواقع 1300 طلب. وارتفعت اختبارات الحمض النووي 5 مرات لتفحص 15% من الطلبات، مع هدف للوصول إلى 50%. وقال رئيس المكتب الفيدرالي لشؤون الأجانب واللجوء جيرنوت ماير $500 يمكن الحصول على جواز سفر سوري باسم باراك أوباما. دعا حزب نيوز إلى تقليص الهجرة غير النظامية والهجرة بشكل عام، مقترحا قيودا جديدة على إقامة طالبي اللجوء الذين حصلوا على قرارات إيجابية، حيث يربط هذه القيود بالمساعدات الاجتماعية. وأوضح النائب يانيك شتي أن هذا الإجراء سيكون محوريا في سياسات الحزب إذا شارك في الحكومة المقبلة. ويشير نموذج نيوز إلى إلزام اللاجئين بالبقاء في الولاية التي تلقوا فيها قرار اللجوء لمدة 3 سنوات، وإلا فلن يحصلوا على المساعدات الاجتماعية. كما أشاد شتي بدور حزب الحرية النمساوي FBA في تسليط الضوء على مشكلات الهجرة، لكنه انتقدهم لتسريع الأزمة بدلا من حلها. أطلق حزب الشعب النمساوي إيفوبي حملته الانتخابية للبرلمان داعما زعيمه كارني هاما كرمز للوسط القوي واستقرار النمسا. وكشف الأمين العام للحزب كريستيان شتوكر عن الشعارات الانتخابية في حديقة أكاديمية الحزب بفيينا، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز بالمركز الأول وتمكين نهاما من العودة إلى منصب المستشار. وركزت الحملة على قضايا كالأسرة والأمن، مع التأكيد على أن النمساويين يفضلون السياسات الوسطية
على اليسار أو اليمين المتطرف، وسيكشف الحزب عن ميزانيته الانتخابية المحددة ب 8.66 مليون يورو. تواجه صناعة السيارات في ولاية شتايرمارك أزمة كبيرة، حيث أصبحت صناعة توريد السيارات مصدراً رئيسياً للبطالة في المنطقة. وأعلنت فولكس فاجن عن احتمال إغلاق مصانعها في ألمانيا مع عدم ضمان استمرار الوظائف، مما ينذر بتسريحات محتملة. وحذر الباحث شتيفان براتسيل من أن صناعة السيارات في ألمانيا والنمسا تواجه اختباراً صعباً خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة، مع ضرورة التكيف السريع مع التحول نحو السيارات الكهربائية. وأكد أن الفرصة تكمن في استغلال التحولات لتطوير صناعة شتايرمارك وتعزيزها في مجال السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.